إذا الشعب يوما أراد الحياة ينودد وعلى راسه بركة من سكات راهو مكلا ورزاقنا لاحوا لينا نفتات وشحال من مناضي على قبل ما مات. ياه في خطر كاع المغاربة الحرار اللي مرضوش بالذل لا يشوف القهرة والحجرة. ياه إذا الشعب يوما أراد الحياة ينودد وعلى راسه بركة من سكات راهو مكلا ورزاقنا لا حولينا لفتات وشحال من مناضي على قبلنا. أيوه أيوه ونوضوا يا الناس شوفوا الشعب مصر شوفوا شعب التوانسة وكذب عليك اللي قالك المغرب حالة خاصة واخا العيشة مخصوصة وسياسة التخليخ عندكم راها مدروسة لقيتونا بشطيح والرديح ولا لكم العروسة هضر على حقك اش غا يوقع كاع سكاش ما ينفع انا ولد الشعب وراني كنخلاع شعب هز الدقة ومازال ساكت مضرور القراية وسط الزنقة لفوفرعية ما يدور خونا جمع فرقة باش يرقعوا عد الصور حماق هو هذا واش الا بغينا حقنا خاصنا نجبدو فرادة اللي بغيت نقدسو غادي اختارو انا وإلا بغيتي تفهمنا اجي عيش معانا الله الوطن الحرية. بغينا شي مسؤول قدروا نحاسبوه ماشي مخلوق غير كنقدسوه عندك شدوي راهم غبروه وغندوي وغير غبروني عطوني حقي ولا قتلوني علينا كتزايدو كل نهار زياده ومازال كتزيدو قسمتوها بيناتكم وبوسوا ليه ايدو عجبا حيت معيشني معاه اما خونا كل المغرب بوحدو ومحدي انا عايش وعلى ورشو لولدو تاريخنا طمسوه وبغيتو طمسونا درتولنا العكر فوق لخلونا ملك ديالنا زوين مهلي فينا وحتى حنا مهلين فيه اكبر ميزانيه ديال القصر كتخسر عليه. ياه yeah.